حكينا بالفيديو الأخير عن البلاسيبو. البلاسيبو بالتعريف هو مادة ما لها تأثير فيزيولوجي على الجسم، وإنما تأثيرها نفسي، إنه المريض بيظن نفسه عم ياخذ دواء وبيظن إنه حيتحسن على هذا الدواء، وبالتالي بيعطي نتائج إيجابية. لحتى يكتمل تأثير البلاسيبو يفترض إنه يكون المريض ما يعرف حاله عم ياخذ بلاسيبو، يفترض يكون هو واثق إنه هو عم ياخذ الدواء، وهذا اللي بنسميه البلايندينج، التعمية أو الحجب. بمعنى آخر إني نحن عم نعمل تجربة على دوايين او على دواء عفوان، ففي ذراعين عم نعطي، ذراع عم نعطي بلاسيبو وذراع عم نعطي الدواء اللي عم نفترض انه هو جيد، وعم نحاول نثبت انه هذا الدواء تأثيره افضل من البلاسيبو، مش افضل من العدم، افضل من البلاسيبو. بمعنى اخر انه هو في تأثير اضافي بيستحق انه نسوقه بالشيء الفلاني. يفترض انه انا الدوايين يكونوا بيشبهوا بعضهم، ما في اي فرق بين العلبتين، نفس اللون، نفس الشكل، نفس الاسم. اسمه دواء التجربة بنسميه، بنوزعه عشوائيا على المرضى. العشوائية بنحكي عليها لاحقا، هم بنحكي على البلايندينج، وبالتالي المريض ما بيعرف حاله انه عم ياخذ الدواء او عم ياخذ البلاسيبو. هذا اسمه سينجل بلايند، اللي هو التعمية المفردة. هلا التعمية الثنائية اللي هي الاشهر، انه دبل بلايند، انه الشخص المريض ما بيعرف حاله شو عم ياخذ دواء، والشخص اللي عم يقدم له العلاج اللي هو الطبيب او التمريض عم يقدم له العلاج كمان ما بيعرف شو اسم الدواء اللي عم يعطيه للمريض. بيعرف انه في دواء تجربة، مثلا عم ناخذ دراسة كذا مقابل البلاسيبو، بيعرف انه هو عم يعطيه هي العلبة ممكن تكون كذا وممكن تكون كذا، ممكن تكون بلاسيبو ممكن تكون دواء فعال، بس ما بيعرف بالضبط شو هو اللي عم يعطيه. طبعا كل دواء له كود، فالكود هذا مخبى بمكان معين. رئيس التجربة هو الباحث الرئيسي بيكون عنده الكودات كله، وبيعرف انه شو كل مريض شو اخذ بالضبط. هذا اسمه دبل بلايند. فان السنجل بلايند بيكون المريض ما انه عارف، الدبل بلايند بيكون المريض واللي عم يعطيه الدواء كمان ما انه عارف اللي هو التمريض. هلا ممكن بسموها تريبل بلايند، انه التعمية الثلاثية، انه حتى اللي عم ياخد البيانات، عم يجمع البيانات، ما بيكون عارف شو مين هذا المريض بأي ذراع. وفي لسه حتى مستوى رابع كمان بيذكروا، انه الباحث اللي عم يعمل تحليل للداتا للبيانات وقت بيقعد بمكتب وبيجود بيانات المرضى، ما بيعرف انه هذا المريض او هذا المريض اللي عم ياخد، اللي عم يحلل له بياناته، هو بينتمي لهذا الذراع او لهذا الذراع. ليش عم نعمل هذا؟ مشان نمنع البياس، نمنع الانحياز. انا لما كمريض واثق اني عم اعرف عم اخذ الدواء فعال، والاستجابه تبعي حتكون اعلى لو اني قلت لي اني عم تعطيني بلاسيبو، لانه في تاثير البلاسيبو موجود على كل الاحوال. الشيء الثاني انه لما انا بعرف حالي عم اخذ بلاسيبو، ممكن ما التزم بالعلاج لاني عارف حالي عم اخذ شيء مثل قلته، ممكن انا انسحب من التجربه مثلا. بالنسبه للطبيب اللي هو يفترض انه كمان ما يعرف شو عم يعطي مريضه، اذا كان هو مؤمن بالدواء مسبقا حيهتم بمريضه اكثر، حيعمل له شغلات ممكن ما يعملها بالحالات الطبيعيه. إذا كان ما أنه مؤمن بالدواء بيعطي نتيجة عكسية، إذا هو بيعرف أنه هذا الدواء ما رح، يعني هو عنده تصور مسبق أنه هذا الدواء ما حيشتغل، وبالتالي بيهمل المريض أو بنقص عليه شغلات، فبالتالي بيأثر على مصداقية الدواء. الباحث ممكن نفس الشيء، لو هو مؤمن بالدواء ممكن يعمل يزيد العيار التحليل، يزيد يعمل استجواب للديتا حكيت لكم عنها من قبل، وبالمقابل اذا كان هو ما هو مؤمن ممكن يشتغل شغل من افا ايده. فهذا هو سبب البلايندينج، اني انا التجربة الامثل انه انا يكون فيها بلاسيبو ويكون فيها دبل بلايند. احنا بنسميه دبل بلايند رغم انه معنى مضلل، لازم تعرف بالضبط شو صار البلايندينج. بضرب مثال عن شيء شهير جدا جدا، واتمنى اني ما اكون مخطئ، الديكساميتازون بمرضى الكوفيد. كلكم تعرفوا انه هلا ايدنا ورجلنا هو الدواء الوحيد اللي اثبت فعاليه. امبارح عم اطلع على التجربه تبعه، للاسف ما كانت بلايندد، وما اظن فينا نعمل بلايندينج ستدي بهيك حالات. المهم انه الديكساميتازون اثبت فعاليته وما نو بلايندد. قد ولا والله اعلم انه قد تاتي الايام ويطلع تجربه دبل بلايند ويطلع ما له فعاليه. السبب ببساطه انه نحن منين استوردنا الديكساميتازون او منين استوردنا الكورتيزون؟ استوردناه من الارتس، مرضى الارتس، او مرضى عندنا تجربتنا السابقه مع الكورتيزون مرضى الارتس، ومرض الكورتيزون مرضى الارتس موضوع خلافي بشده. نص الاطباء، مو نصهم، جزء من الاطباء مقتنعين انه هو بفيد بمرضى الارتس اللي هي الغير النوعي، ونص ثاني بيقولوا انه غير مفيد. انا من النص الثاني، وما شفت حدا من النص الاولاني بالمناسبه، ما التقيت مع طبيب او بجوز بعرف طبيب او زميل او زميلين مقتنعين انه لازم نعطي مرضى الارتس كورتيزون بدون استطباب ثاني. احنا ممارستنا كانت انه اذا مريض ارتس
وعنده سبب تاني لإعطاء الكورتيزون كنا نعطيه كورتيزون، غير هيك ما كنا نعطيه كورتيزون فقط لأنه ARDS. يعني إذا كان عنده صدمة إنتانية بجرعات عالية من الدواعم، إذا كان عنده مثلا أخذ كورتيزون من سابق، هذا هو كان الاستطباب الوحيد اللي بنعطيه. وبالتالي أنا شخصيا عندي انحياز مسبق أنه لازم ما نعطي كورتيزون لمرضى ARDS. فلو أنا أشرفت على تجربة مرضى كوفيد ولازم أعطيهم كورتيزون مقابل غير كورتيزون، حكون أنا ماني مقتنع بهذا الدواء من أصله، وبالتالي حأثر عليه سلبا على النتائج. بالمقابل زميلي الثاني هو مقتنع أنه هذا الكورتيزون مفيد، حيأثر إيجابا على النتائج، وبالتالي بيعطينا ربما يضللنا شوي، يعطينا إيجابية كاذبة. نفس الشيء الثاني بموضوع البلايندينج، نتذكر أنه البراغماتيك ترايل، حكينا على البراغماتيك كلينيكال ترايل، هن بالتعريف هي أوبن ليبل، هي تجارب مفتوحة، ما بيصير تعمل فيها بلايندينج لأنه أصلا ما فيها بلاسيبو. فعكس البلايندينج هي كلمة أوبن ليبل، أنه التجربة بتكون أصلا المريض بيعرف شو عم ياخد والطبيب بيعرف شو عم يعطي المريض، فهي بسموها الاوبن ليبل. في جدل على اهميه البلايندينج بالكلينيكال ترايل، وفي كلام عن الاخلاقيات تبعه، انه كيف انه عم نعطي مريض شيء عم نوهمه بمعنى اخر او عم نخدعه، رغم انه موقع على موافقه على هذا الكلام. فهذا السبب اللي عم يتجهوا للاوبن ليبل. وفي كلام انه ممكن تعطينا نتائج شبيهه بالبلايندينج، ما في فرق كبير بالبلايندينج عن الاوبن ليبل. فانت لما بتقرا التجربه احد الشغلات اللي ممكن تقيمها انه هل كانت بلايندد فعلا او اوبن ليبل. لما بيكون اوبن ليبل بيحاولوا يعملوا بلايندينج للباحث او للإحصائي لما بده يعمل تحليل للبيان مشان على أساس يعطوها نوع من المصداقية. إضافة، نقطة إضافية من على البلايندينج شو بيخطر على بالي صراحة، في فكرة أخيرة بدي أحكيها عنها راحت عن بالي حقيقة. فهذا هو اللي بحكي عن البلايندينج. المرة الجاية إن شاء الله في جزء أخير بحكي بالمحاضرة القادمة، بحكي بقية الأفكار عن موضوع البلايندينج وموضوع البلاسيبو. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.